انتي غبية شي؟ بعمرك مو شايفة البشر؟ بس مو الحق عليكي، حق على أبي اللي جابك انتي وأمك وسكنكن عنا. شوفي حسنة، ليش عم تخانقيها لرضية؟ لأنها غشيمة وما بتفهم شي. خير يا بنتي قليلي شو عملت؟ أنا كم مرة قلت لك لعبت قليلي بنتي؟ أنا مالي بنتك. لك زوقي بقى، عيب عليكي، ما بيصير تحكي مع وحدة قد أمك هيك. أمي أنا قلت لك من لما جابهم أبي على البيت مالي طايقتهم، فوتي شوفي شو عملت لي بالفستان، غسلته بمي سخنة وكش. ليش هيك عملتي؟ أمي وحياة الله مو قصدي مو قصدي. رضيع مشان الله ما تواخذينا وحسابها معي بعدين. أمي عم تعتذري من خدا؟ لك زوقي بقى، لعما بيقلك ما عاد استحيتي، روحي على اوضتك يلا. انا اسفه يا جماعه ما بعرف شو بدي اقول والله. مشان الله سامحيني وحياة الله مو قصدي. خلص حبيبتي انسي الموضوع، روحي يلا كفي شغلك. تعالي تعالي معي المطبخ تعالي. ابن عمي روحوا لابن عمي. ما قلت لي ايمتى اختك بقى بده تجوز سيف لحسنة؟ والله لسه ما ردت لي خبر. ايه لا حاجتهم، صار لهم 5 أشهر مخطوبين والشاب فايت طالع لعنا، يعني بكره الناس بتاكل راسنا. لنشوف شو الله كاتب، ان شاء الله خير يا رب. ان شاء الله. بدك شيء يجيب لك معي شيء؟ لا سلامة قلبك. الله بخاطرك. الله معك الله معك. يلا ام رضية تأخرنا. يلا يلا جاي. يا حسنة يا حسنة قومي بقى. لا حول الله، لك بتضل نايمة، مو معقول هالبنت. حسنة. ايه امي شو بدك؟ لك ايه شو هالنوم هذا كله؟ شو صاير لك انتي؟ ليكي انا وخالتك ام رضية نازلين على السوق ورضية فايتة تتحمم، يعني ما ضل حدا غيرك بالبيت، ديري بالك على البيت بغيابي. ها ماشي الله معكم. يلا بخاطرك يلا. ايوه وهي خليلي الجو، بس كيف بده يعرف اني لحالي؟ والله كانت فرصه حلوه. يا الله شو حلو الحب. يا رب يكون سيف. اهلين سيف. يقبرني يا لوس مع اخلاق. تعال تعال. جيبكي شبكي شبكي عم تجريني شوفي. ما في حدا بالبيت. مالو مالك؟ راح. امسكي. يقبرني يا لوس مع اخلاق. خراب بيتك يا حسنة. لك شوفي ليش بكي؟ شفت رضيع؟ شفت رضيع عم تلوق علينا؟ شو يا وجه شفتيها؟ انا ابن خالك وخطيبك. لك ما بيجوز نختلي لحالنا، والله خالك ليش خطني على البلوعه؟ خلص انت اطلعي لبلا هلا احكي معك كلمتين وترجيها. شو؟ ترجعها ما فشلت بعينك؟ شو بكي هدية؟ شو اطلع ترجعها انا؟ سيف
فكتها بطريقتك. ما فهمت عليكي؟ حفهمك. البيت بس بيني وبينك رب العالمين. لو شو عم تحكي انتي؟ كذابة يا أمي، والله كذابة. مرضية، شو عم تحكي انتي؟ شو عم تحكي؟ هاي شغلة فيها دم. لما كنت أنا وياك بالسوق بنتي شافتهم هي وخطيبة عم يعملوا لعيبة، ولما عرفوا ان هي حزت عليهم خلتها يغتصبها مشان تسكت. كذابة يا أبي، كذابة. هي بتدري مع مين غلطانة وجاية بدها تنتقم مني بالقصة. أنا مالي كذابة، ولك أنا بدي أشرفها من الشرف. بس أنت وخطيبك، لك أنت وخطيبك وسختوها، لك شكيتك إلى الله. خلصنا خلصنا، جيبوا الداية بدي أكشف على التنتين. لك أي داية؟ بدك تفضحنا؟ بدك عرسة بعد كم يوم؟ لك إن شاء الله بكرة عرسة. وإذا كانت عاملة لعبة ليش خدك على البلوعة هي؟ ابن عمي، خلينا نجوز حسنة اليوم لسيف ونخلص من هالقصة. وبنتي شو مشان بنتي يعني؟ شو بنتك منجوزها لناظم أجيره لجوزي، ومنخلص من هالفضيحة. لك إذا جبنا الداية سيرتنا رح تصير على كل لسان، ما رح نخلص إذا طلع معها شي ولا ما طلع معها شي. بدكم تفضحونا؟ الله ما نعرف شو بيسوي. الله لا يوفيك بجاه لا إله إلا الله. لك عم تبكي، عم تبكي، عم تبكي. على طول الله عليك. الحقني يا معلمي الحقني. شو في؟ سيف سرق غلة المحل وهرب. نعم ايه والله، الناس كلها شافوه وسارق هربة غلة المحل وعم بركض فيها. طب بعيونه شو طلع ندم؟ معلم هو من وقت ما انت قلت لنا انه راح تجوزني انا وياه بليله وحده هو جاني على الاخر. صحيح معلم، لساعتك بدك تجوزني هي البنت اليتيمه؟ انا جاهز. ها روح خليت يلا روح. شبك؟ ويل خير، هرب الندى السيف بعد ما قش كل المصاري اللي حاططها بالخزنه. لك شلون فتحها ما بعرف. وحسنا شو بدنا نعمل فيها؟ حسنا لعنة الله على حسنا. شفتي شو عملت بحالها وبهالمسكينة رضية؟ اخ اخ ما عرفها شو بدي اعمل فيها. شو بدنا نعمل يعني؟ لك بتضل بنتنا. المهم هلا شلون بدنا نداري هالفضيحة؟ طمري ما في فضيحة. أنا اللي مصبرني إنه كاتب كتابه عليها.
يعني أول على آخر إذا حبلت هو أبو الولد. الله لا يوفق أو لا يوفق بجاه، لا إله إلا الله. ورضية؟ رضية؟ رضية إلا ما لا يلحق.